إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض، والحياد أمام تقرير المصير بمثابة الانتحار الصامت. هذا جزء من الرسالة التي وجهها شيخ العقيدات إبراهيم الهفل بشكل غير مباشر حين ظهر بين أهله بسلاح المواجهة غداة تهديدات ميليشيا قسد باعتقاله وإعلانها أنه بات مطلوبا لها وأنها لن تمنحه العفو أبدا. ظهور شيخ العقيدات في هذا الوقت وبعد أن أرسلت عصابات قنديل رتلا كبيرا تطلب رأسه في معقله بذيبان كان بمثابة تحفيز وتحذير لعشائر عربية لا تزال صامتة تنتظر انجلاء غبار المعارك، وأخرى وقفت مع المحتل الأجنبي ضد أهل الدار. تقول الرسالة بشكل واضح: الدور قادم عليكم جميعا، المحتلون لا يعرفون فرقا بين ثائر وصامت، الجميع بالنسبة لهم أهداف عاجلة أو آجلة، إياكم أن يأتي اليوم الذي تقولون فيه، ليتنا اغتنمنا الرياح المواتية، هذه فرصة تاريخية لنحكم أرضنا بعيدا عن إرهاب بشار وداعش وعصابات قنديل، فإذا ولت هذه الفرصة فاقرأوا السلام على حاضر أبنائكم ومستقبلهم، وكونوا على يقين أنكم ستظلون سنوات طوالا تتحسرون على تفويت هذه الفرصة. تفشل الوساطة الأمريكية الهزيلة، ويصم التحالف الدولي أذنه عن مطالب ينادي بها سكان المنطقة منذ سنوات دون استجابة، إلى أن ينفد خزان الصبر والتحمل، وينفجر بركان الغضب العربي على عصابات قنديل، التي لم تكتفي بالسيطرة على الثروات الباطنية والطبيعية، إنما اتبعت سياسة ممنهجة في جعل أهل الدار غرباء، وسلمت مقاليد الأمور لشخصيات أجنبية لم تعرف المدنية في حياتها، يعرفون محليا باسم الهافالات، ويمارسون منذ سنوات إرهابهم السادي على العرب والتركمان والأكراد. وهذا يوقفكم الشباب. جن جنون قسد لأن شيخ عشيرة في مناطق احتلالها رفض الظلم والحيف، فأعلنته مطلوبا وحشدت عدتها وعديدها تريد رأسه. لا غريب في المشهد الحالي بدير الزور، محتلون أجانب يفرضون لغة القوة والبطش على أهل البلد، وعندما يقول أهل البلد لا، يكرر المحتلون سيناريو بشار الأسد حرفيا: أحكمكم أو أقتلكم، فيأتي الرد حاسما من العشائر التي أحرقت سفن العودة: نحكم أراضينا أو فالقبر أولادنا.